السلام عليكم، معكم غابرييل هشام ديرال كوتش ديالكم. مرحبا بكم معنا في مارسيل تشالنج. هذه الحصه الثانيه اللي غادي نجمعنا في مارسيل تشالنج. الهدف ديال هذه الحصص اللي غادي نقدمها لكم هو انكم ديروا الرياضه بدون مستلزمات رياضيه وفي البيوت ديالكم. نذكروا دائما اننا ترينيو في دارنا باش نحميو نفوسنا ونحميو عائلتنا. اذا وجدوا راسكم، كون عندكم جوج ديال القراعي الماء وكرسي، إلا كان عندكم واحد الحيط خاوي في البيت ديالكم غادي تقدروا تستعملوه. عندنا واحد الفترة ديال الراحة ولا الاسترجاع كيف كنسميوه ما بين كل تمرين، اللي غادي تكون هي ديال 30 ثانية. الفترة ديال الاسترجاع اللي غادي تكون ديال 3 دقائق ما بين شاك سيري اللي هما الجلسات. ندير واحد لا فاريونت اللي هي واحد التغيير بالنسبة للحصة الأولى. غادي نشتغلوا على عضلات البطن. هذه المرة غادي يكون عضلات البطن النائمة سون أبيل لي زوبليك دام الفرنسيه. الوغ بالنسبه للتكرار ديال هذا التمرين، بالنسبه للمبتدئين غنحاولوا اننا نديرو 15 مره، بالنسبه للمتمرسين 20 مره، وبالنسبه للمحترفين 30 مره تكرار ديال هذا التمرين. بالنسبه لهذا التمرين دونك غادي نحاولوا اننا نحطوا وسنا دونك على ان تابي. اذا ما كانش عندنا ان تابي ماشي مشكل، نقدروا نستبدلوا واحد الغطاء ديالنا. دونك غادي نجمعوا رجلينا ايغالمون، وغادي نحاولوا ان نوصلوا يدينا للاحذيه ديالنا ديال دونك نجمعوا الارجل ديالنا والاحذيه نقربوها لنا، وغادي دونك فوالا نحاولوا اننا نوصلوا دائما للاحذيه ديالنا. التمرين الثاني دونك هو تمرين لتقويه العضلات ديال الظهر. الوغ هو سهل، التمرين سهل للغايه. حنا غادي نشرحوا حنا كنديروا هاد ليكزارسيس. الوغ لا بروميير دي شوز هو اننا نحطوا لو كور ديالنا دونك الداس ديالنا انها تكون محطوطه دونك فوق لو تابي اللي غادي يكون كنستعملوا. بالنسبه لي جون ديالنا يكونوا شويه مفتوحين دونك او نيفو ديال لي زيبول ديالنا. دونك غادي نهزو يدينا اننا غادي نبداو نديهم للامام ونرجعو. فوالا هذا هو ليكزارسيس. بالنسبه لي ريبيتيسيون دونك غادي نمشيو سور 15 ريبيتيسيون، 15 مرة نكرروا هذا التمرين بالنسبة للناس اللي مبتدئين، بالنسبة للناس اللي متمرسين 20 مرة، وبالنسبة للناس اللي هما غادي يكونوا محترفين يقدروا يمشيو حتى 30 مرة. بالنسبة للتمرين الثالث دونك هو تمرين اللي دونك معروف بلو غيناج، لو غيناج لاتيرال. مهم جدا اننا نقوم به بواحد الطريقة دونك اللي هي بريسيز باش يعطي واحد المفعول ديالو. دونك بالنسبة لهذه الطريقة اللي غادي نانسيست عليها هو واحد لالينيومون اللي يكون ما بين لو باسان، ما بين لو باسان ديالنا، ويكون ايغالمون مع لي جون ديالنا. غادي نحاول نديرو فيه 15 ثانية بالنسبة للمبتدئين، 30 ثانية بالنسبة للمتمرسين، و 45 ثانية بالنسبة للناس اللي هما محترفين. اخر تمرين والتمرين الرابع وان طون اخر تمرين بالنسبه للو دو كور. دونك هذا التمرين يكون كلشي كيعرفوه فهو لي بومب. غير حنا غادي نديروهم بواحد الطريقه اللي غادي نسهلوا منها شي شويه باش نخليو ان الجميع يقدر يقوم بهم. بالنسبه لهذا التمرين دونك غادي تكون 10 ديال لي ريبيتيسيون ديال المرات غنكرروا هذا التمرين بالنسبه للمبتدئين، 15 مره بالنسبه للمتمرسين، و 20 مره بالنسبه للاعداء. شوفوا هنايا دونك لو كور ديالنا غادي يتوجد باش انه يقوم بهذه العمليه ديال لي بومب. الوغ لو بلوز امبورطون اللي غادي انسيست عليه هو ان لي مان ديالنا ما يكونوش ان الينيومون مع لي زيبول، ما يكونوا زايدين عليهم على هاد لو بلان ديال لي زيبول ديالنا. دونك هادي بالنسبه للنقطه الاولى. لو بلوز امبورطون ماشي هو اننا لو باسان ديالنا يهبط، ولا اننا نخلقوا ان كرو في لو دو ديالنا. دونك غنحاولوا اننا نقوموا بالتمرين باسهل طريقه دونك هي هادي. نحاولوا ندوزو دابا لو با دو كور. دونك مادام اننا درنا 4 ديال التمارين ديال لو دو كور، غادي نديرو دابا 4 ديال التمارين ديال لو با دو كور. الوغ هاد لوبيتا دونك ديال الخامس اكزارسيس غادي نشتغلو على لي مولي. دونك هو تمرين سهل للغاية. دونك غادي تحتاجو جوست ان بو ديال حيط، يعني واحد الحائط اللي يكون عندكم خاوي في البيت فتقدرو تستعملوه. دونك ليكزارسيس اي لو سويفون. دونك غنحاولو نخليو لو دو ديالنا واقف، اننا غادي نطلعو رجلينا نعاودو نهبطو، نطلعو لو بيي ديالنا اون غيست ستابيليزي ان مومون ونعاودو نطلعوه. فوالا دونك غنحاولو نخدمو اونتخ 15 فوا 20 فوا اولا 30 فوا على حسب الصنف ديالنا.
Donc, il a qu'on a mubtadi'in, n'aoud, on va faire 15 fois. Il a qu'on a mutamarrisin, غادي نمشيو على 20 مرة. Ou il a qu'on a riyadi'in, غادي نحاولوا اننا نمشيو على 30 fois. تمرين السادس ديالنا دونك هو التمرين اللي غادي نشرحوا فيه على لي موسكل لي فيسيي او لي موسكل ديال المؤخره دونك هاد التمرين النصيحه اللي غادي نعطيكم اننا نخدموا 10 ديال لي ريبيتيسيون بالنسبه للناس المبتدئين 15 بالنسبه للناس اللي عندهم واحد لابيتود دو ترافايي و 20 ريبيتيسيون بالنسبه لي زاتير. بالنسبة لهذا التمرين نحاولوا اننا يبقى عندنا لي بغا اونجول ديالنا، نحاولوا ايغالمون ان لو كور ديالنا يبقى واقف، يعني لو دو يكونوا لو دو اونجول تا هو. اي دونك غادي نبداو الوغ غادي نختاروا دونك ان كوتي، سوا لو كوتي غوش ولا لو كوتي دوا. دونك انا غادي نبدا بلو كوتي غوش، وغادي يكونوا لو نومبر دو ريبيتيسيون كيف اللي شرنا لي كونسيغ. الوغ فوالا، دونك نحاولوا اننا نديروا لو بيي en arrière, donc tenez ce, voilà, c'est un exercice li radiha mouvé les muscles fessiers. Voilà, une fois que ken sali ou ken douzo le pied la hor, voilà. تمرين السابع دونك هو التمرين اللي معروف عالميا بلو سكوات، دونك سيت ان اكزارسيس اللي دائما غادي نشتغلو فيه على لو با ديال لو كور. الوغ غاتحتاجو مسألة وحدة هي الكرسي، دونك اون شيز اللي غادي تكون عندكم في البيت ديالكم تقدرو تستعملوها في هاد ليكزارسيس. دونك هاد ليكزارسيس هو سهل، شيز دونك غادي نحطوها مورانا، انسويت دونك غادي نحاولو ناركيو ان بتي بو لي جونو ديالنا، غادي نحاولو ان نوجدو لو كور ديالنا باش ان يبدا يهبط. Mais il y a glisse pour la chaise. Donc, il y a un peu et on va juste effleurer. Il y a un peu de temps. Touchez la chaise ou il y a un peu de temps. Voilà. On va dire que c'est un peu de temps. Il y a 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 اللي غادي نخدمو بهم. هاد التمرين غادي نديرو اون بيكور دو رابيل، يعني غادي نرجعو للهو ديال لو كور ونحاولو اننا نعاودو ونخدمو به. الوغ التمرين غادي يكون سهل، وبالنسبة للتكرار ديالو غادي يكون 15 مرة للمبتدئين، 20 مرة للناس المتمرسين، و 25 مرة للرياضيين اللي موالفين كيترينو. الوغ بالنسبة لهاد ليكزارسيس دونك غادي ناخدو لي دو بوتاي، جوج ديال قراعي دما انهم يكونو نفس لاوتور ديال لو كور مع لي زيبول، وغادي نحلو او ماكسيموم ليبول ديالنا لي دو زيبول. دونك اون ميم طون في نفس الوقت كي كنحلوهم تنعاودو نردو، وما نساوش دائما لا ريسبيراسيون ديالنا اننا نستعملوها مع لاكسيون ديال لونترينمون. متتبعينا وصلنا للنهاية ديال هاد الحصة التانية، إذا ما تنساوش أنكم تقدروا ترسلوا لنا الفيديوهات ديالكم، الصور ديالكم عبر الهاشتاغ ماكس تشالنج، وأيضا عبر الصفحة الرسمية ديال راديو ماكس. إذا موعدنا غادي يتجدد يوم الإثنين، يوم الأربعاء، ويوم الجمعة.